بزاف ديال العيالات اللي كانوا كيتلاقاو بيا وكيقولوا لي يا جميله سيري سيري زوري سيري ديري سيري سندي سيري مسدي سيري. المورال كيموت العصب تشنج هضر معايا نخرج فيك ما ناكل ما نشرب ما نخرج نتقدى ما نتسوق ما نمشيش الحوانت ما نشريش الحوايج ما ندخلش البوتيكات من كنولي انسى الفضائي. السلام عليكم اخوتي كي دايرين لاباس عليكم صحتكم لاباس اموركم هانيه نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. جيتكم اليوم بهذا الفيديو اليوم الجمعه مبارك الجمعه ديالكم وخا الفيديو ما نحطو حتى الغدا غير يكون السبت ان شاء الله ولكن درت لكم نهار الجمعه جمعه مباركه ودخل لكم بالصحه والسلامه وطول العمر وايامكم ديما تكون افراح ومسرات ومع العائله ومع الحباب ومع الوليدات واللي ما عندوش ذريه صالحه الله يرزقه واللي صحيحته على قد الحال ومريض الله يشافي والله يشافي جميع الامه ديالنا يا ربي الامه الاسلاميه يا ربي. اليوم اخوتي كاين بزاف ديال التساؤلات في الفيديوهات الاخرين ديال جميله بزاف تساؤلات كنشوف في الكومونتيرات ما كنجاوبش حتى الناس كيلاحظوا حتى في التيك توك ديالنا كيلاحظوها ما كنجاوبش بزاف الاسئله كطرح ما كنجاوبش. المهم شنو هما التساؤلات ديالكم واش بصح نيت واش ماشي بصح بحال واحد الدريه كاتبه في الكومونتير قالت ليها شي وحده كتبت التساؤل ديالها جات الاخرى قالت لها واش انتي كتشميها باش عرفتيها وهي باقا ما قالتهاش وما صرحتش بها باش عرفتيها هي. ولكن كاينين تبارك الله اللي عندهم قوه الانتباه وكيعرفوا يعني الحوايج راه كيتعرفوا خوتي جيتكم اليوم بالفيديو ديال التساؤل اللي تسالتوا عليه بزاف اللي هو جميله واش انتي حامله جميله واش شنو هذا الظروف اللي عندك جميله واش انتي حامله الله يكمل عليك بالخير الله يكمل عليك بالخير. بزاف البنات كيقولوها وشي تاع شي شاك وشي كيقول الله اعلم وشي كل واحد اش كيقول ولكن ما عندكمش اليقين. وكاينين شي وحدين اللي قالوا بان راه جميله راه حامله بستة شهور جميله راه حامله بخمسة شهور جميله راه حامله ما عرفت باش يعني كيهضروا. كاينين شي وحدين اللي كيقولوا كانهم شافوا الفيديو شافوا شي حوايج اللي شكوا فيهم كاينين شي حوايج اللي كيجي كاينين شي بعضين اللي كيجيو كيقولوا شي كومونتير باش احنا راه فاهمين الموضوع. انا خوتي بالنسبه لهنايا اولا المحيط ديالي هنا ما قالها حتى شي واحد الا اللي لاحظها كيلاحظها. جميله واش انتي حامله؟ جميله كتقول لكم الحمد لله والشكر لله وبفضل الله سبحانه وتعالى جميله حامله. انا الحمد لله حامله والله يكمل عليا بالخير والله يكمل هاد الشهور اللي باقين على خير وبخير والله ان شاء الله تزاد في 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 في, في حضني بالصحه والسلامه ونشوفوا خلقه تامه ونشوفوا ان شاء الله كيف ما بغيتي يا ربي. وانا مأكده مأكده بانكم نتوما غتفرحوا لي يا خوتي بزاف بزاف وانا مأكده بان غادي يجيو بزاف الميساجات ديال التبريكات وديال لانكم نتوما خوتي شفتوا معايا بزاف ديال المعاناه ديالي اللي فاتت شفتوا شحال من فيديو درت على قبل انني الله يحفظ كان ندير كيجيني كيطيح لي البيبي طاح لي المره الاولى من يالله جيت من المغرب اول مره جيت من المغرب في 2018 جيت اخوتي في شهر 5 كان رمضان فات رمضان لقيت راسي حامله حتى نسى اختي ديك الساعه كانت حامله بولدها اللي هو سفيان الله يخليه ليها وانا ديك الساعه كنت حامله انا حملت والحمد لله فرحنا وكل شيء وما كنت كنحس بحتى شي حاجه ما كنحس بنهائيا حس ديال الوحام ولا شي حاجه. وقالت لي نزها كيفاش قلت لها يمكن كاينين شي سيدات اللي الوحام ديالهم كيكون زوين يمكن انا منهم. المهم اخوتي دازت واحد المده واحد دار شهرين دار سقط ليا طاح عاوتاني جلست ثاني العام الاخر بحال هكا عاوتاني حملت كان كل شيء فيه مزيان كانت البيبي مزيان كان كل شيء فيه مزيان ولكن هما كانوا قالوا لي وانا كنصح البنات في هذه النصيحه كانوا قالوا لي يمكن فيه شي حاجه
يمكن يكون في شي تشوه خلقي او لا شي حاجه، وانا ما فاهماش اقسم بالله، لان كنت ديك الساعه ما فاهماش نهائيا، ما عارفاش، ما قال لي حد، ما نصحني حتى شي حد، ما عرفتش. قال لك حقا حقا غادي نجبدوا لك من الكرش ديالك واحد شويه ديال الماء، وبقاو كيهضروا معايا وتيفسروا ليا وداكشي، وقالوا لينا بانكم نتوما كتسمعوا لينا وانتوما تبارك الله متحضرين وداكشي، ولكن ما كناش متحضرين، طحنا بين بيدين اللي ما كانش في الوضعيه ديالها. المهم قال لك 1% يقدر يطيح، 1% يقدر. انا من اللي سمعت من عندهم من بروفيسورات كبار، سمعت منهم بان 1% يقدر يطيح، قلت صافي ماشي مشكل. المهم خليتهم هزوا لي داك البيبي داك الماء، داروا لي تحليلات، عيطت ليا من بعد 10 ايام، عيطت ليا قالت ليا فوالا راه البيبي راه كلشي فيه مزيان، ما فيه لا تشوه خلقي لا حتى شي حاجه، ما فيه حتى شي حاجه. قلت انا الحمد لله، ولكن في نفس الوقت بقيت كانت تحبس ليا الوحم، تحبس. انا عاقله مشيت عند نسها الدار ديالها وقالت ليا شنو بغيتي نحط لك، واش بغيتي نطيب لك؟ قلت ليها غير طيبي لي طيبتي وحطي داكشي اللي حطيتي، انا راني ما بقيت كنحس بحتى شي حاجه. ايوا الحمد لله ديك الساعات اللي طاح ليا على 3 شهور ونص باش طاح ليا، يعني من بعد ديك باش هزيت المجلس شهر عاد باش بانت الاعراض ديال الطيحان ديالي. ملي مشيت ما بقاش كنقد نزيد، ما بقاش هذه درت، ما عارف الاعراض ديال الطيحان. المهم مشيت عندهم داروا لي تلفاز، لقاو البيبي ميت، يعني ساكتين ليه القلب ديالو. المهم الولده الثالثه هي الحمد لله فاش نجح ليا ثاني سوق ياسين، صافي الحمد لله ثاني عانيت 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 عانيت، بقيت كان عارفي شنو هو، انك تكون عندك واحد الحمل عزيز، واحد الحمل عزيز، ماشي حاملة اول مره وغادي تكوني بخير، حملت الحمل عزيز، يعني ما نديرش هادي ما نديرش هادي، بقيت كنراعي على راسي بواحد الرعايه كثير، ما بقيت كنهز، ما بقيت كنحط، ما بقيت كنخرج، ما بقيت كندرج، ما بقيت حتى شي حاجه. انا الهم ديالي هو داك الحمل ينجح ويكون بخير على خير، الحمد لله والشكر لله. واخا عانيت فيه، جاني القواط كنشرب عليهم الدواء، جاني السكر في الحمل ودرت الانسولين، ولدوني قبل الوقت، حيتاش اللي كيدير الانسولين كيولدوه قبل الوقت ديالو ب 10 ايام ولا شنو، ولدوني بالماتيريال ديالهم وداكشي، والحمد لله يعني كاينه الرعايه بزاف 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 في السبيطار الحمد لله. ولدوني على خير وبخير، راقبوا لي السكر ديالي، راقبوا لوالدي السكر، كان كلشي بخير على خير الحمد لله. حتى خرجنا من السبيطار جلست فيه 5 ايام، جلست في داك السبيطار عاد باش خرجت، خرجت مزيان، حتى خرجت كلشي، ما يخرجوك حتى يخرجوك كلشي مزيان هو هذاك. المهم باش عند الدواء انا ما كاينش الدواء. المهم عاوتاني حملت الحمله الرابعه، حملت الحمل الرابع تاني، جلس 8 سيمانات طاح، عاوتاني حملت الحمل الخامس، جلست هو 8 سيمانات بقى كيرا. ملي كيشوفني الطبيب، انا متبع عند واحد الطبيب بروفيسور، هو البروفيسور الكبير في السبيطار ديال ميدلهم، كنتبع عنده، هو اللي كيشد الدوسي ديالي، ما كيعطيه حتى شي حد كيشد الدوسي ديالي، حيت هو كيقدر تجي عند الحامله كيكون عندها كلشي مزيان كيصيفطها للطب اخرين، ولكن هو شد الدوسي ديالي انا، وانا دابا نيت نتبع عنده كيشد الدوسي ديالي انا، لان كيعرفني عندي بزاف تحت المشاكل في الحمل، عندي مشاكل كثيره في الحمل، داكشي علاش كيشد الدوسي ديالي انا. المهم ملي كيعرفني حامله كنمشي لعندو، كيشوف النبض ضعيف 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 ضعيف، كتوصل 8 سيمانات كيقول لي خاصك تحيي، خاصو يطيح، لان القلب ما كيضربش القلب. المهم الخامس حتى هو الحمد لله طاح، وانتم كلشي شفتوه خوتي، والحمد لله ملي مشيت المغرب وجلست، انا نعاود لكم الطريفه كلها، مشيت المغرب وبزاف تاع العيالات اللي كانوا كيتلاقاو بيا كيقولوا لي جميله سيري سيري زوري سيري ديري سيري سندي سيري مسدي سيري ما عرفتيش ديري. انا خوتي كنت كنهضر معاهم، يعني كنتصنت ليهم وصا، ولكن انا خوتي ما كنامنش نهائيا بان انا غادي نمشي نزور شي سيد وغادي يعطيني الله وغادي يعطيني الاولاد، اولا غادي ندير شي حوايج، انا لا، انا كنطلب الله كل صلاه كنصلي كنقول يا ربي 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 لا تدرني فرضا وانت خير الوارثين،
ديما في كل صلاتي في كل سجودي كنصلي كنقول ربي لا تدرني فردا وانت خير الوالدين، والله يجيب لي الدرية صالحة. الحمد لله ما كنمشي لحتاش بلاص، انا انسانه مؤمنه، ما كنمشي ما نقدرش انا نمشي للموسم، الا مشيت لشي مواسم مشيت لهم داك السيد ما تندخلش نزوره، كنقول الله يرحمك من برا وصافي، ما كنمشيش نزور، ما كنسند، ما كن ربي اللي تيخلق وربي اللي تيعطي وربي اللي تيخلق، ماشي شي واحد اللي يعطيك، ربي اللي كيعطي، راه هذه خصها تدخل المخ، ربي اللي تيعطي، ربي اللي تيخلق الروح، ربي اللي تينفخ فيه الروح، راه ماشي اي واحد اخر. المهم اخوتي مشيت المغرب، مشيت في الشهر شيت 25 شهر 2 25 شهر 2 خديت البيي وجلست شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 ما جيت حتى شهر 7 فيه تقريبا شي 18 يوم ولا 20 يوم عاد باش جيت، يعني 5 شهور قل شي حاجه، قل 8 ايام ولا شو. المهم حسيت هذيك الساعه، يعني حسيت براسي راني ماشي شي هذيك، ماشي شي هذيك، وانتم تعرفوا العلامات ديال الحماله. اشنو قلت انا؟ شنو كنقول ملي كنحمل؟ شنو كنقول ملي انفع عرفت راسي راني يمكن نكون حامله؟ لان العاده الشهريه ما جاتش، تنهدت كيف ما تنهد دابا وقلت يا ربي تنجح لي هذا الحمل، واش غادي ينجح او لا غادي نطيح في نفس الدوامه وفي نفس السيناريو؟ لان انا الناس ملي كيعرفوا وصل راه حامل، انا ما عنديش، كاين بزاف تاع الناس كيقول لي ديري هذه باش تحملي، ديري هذه باش تحملي، ديري، انا ما عنديش المشكل ديال انني نحمل، الحمد لله كنت كندير غير حاجه وحده باش كنحمل، حاجه وحده نصحكم بها خوتي، هي رويال جولي غذاء ملكات النحل، هي اللي كنت كندير، كنت كنشريهم ايباري كنكبهم في واحد شويه الماء كنشربهم، انا كنشرب وحده، راجلي كيشرب وحده، انا كنشرب وحده، اقسم لك بالله الا ما داك الشهر كنشربهم في البدايه ديال العاده الشهريه، في البدايه ديالها يلا تجيك اول نهار شربيها، كتشربيها حتى كتوصلي ديك 10 ديك 10 ايام 12 يوم حبس، كتحبسي صافي نهائي، صافي كتحبسي صافي، الحمد لله كيسر سي ربي كنحمل. ولكن المشكل عندي انني انا واخا كنحمل كيطيح، نصح البنات اللي عندهم تاخر الحمل يديروا رويال جولي او لا غذاء ملكات النحل راه موجوده، خذوها ايباري، خذوها ايباري وشربوها راه زوينه. المهم اخوتي من فوا عرفت راسي حامله قلت المهم تي، انا من النوع اللي ما تيفرحش ملي تلقى راسو حامله، المراه ملي كتلقى راسها حامله كتفرح، انا واحد النص عندي 50% ديال الفرح وباغا نفرح، وعندي 50% ديال الاحباط ديال انني غنتالم، عارف شنو هي طيحي بنادم، المورال والنفسيه تتموت بحال قتلوك، الجسد تيضيع منه بزاف د الحوايج بحال راني نافسه والده وديما نافسه موالده، الحمد لله والشكر لله الله يجعلها هنا في ميزان حسناتنا يا ربي، تعذبت اخوتي بزاف، جيت 2018 من علاش كتقولوا لي جميلة اش ما كتخدميش جميلة؟ جميلة كل عام كانت كتحمل وكيطيح لها، وكنوقع في مشاكل ديال الحمالة، كنحمل وكنتوحم كنتوحم كنتوحم، الوحم ديالي ما تعطوش لعدوكم، الحدود ديالكم ما تعطوش البوليس يلا عطاك وحم جميلة، المورال كيموت، العصب، التشنج، هضر معايا نخرج فيك، ما ناكل ما نشرب، ما نخرج نتقدى، ما نتسوق، ما نمشيش الحوانت، ما نشريش الحوايج، ما ندخلش البوتيكات، من كنولي انسان فضائي، علاش كيقول لك المراه ملي تحمل بعدو منها طوطيقة تعايركم قولها الله يرحم والدين سير الله تي اختي راه مشيش نتيا، راه مشيش نتي سير تعودي نتيا ونهضرو معاك، الله يحسن العوام اللي عندو شي مرا اولا اللي مقبل على الزواج ومرتو من هنا لقدام تحمل شي حاجه راحي معاها ملي تكون حامله، راحي ما تسنطش ليها، شوف اتسنط وسكت، ما تدويش، ما تجاوبهاش، ما تقولش علاش انت هكا، ما كتبقاش هي، ما كتبقاش هي كتبدل،
الحمد لله راه كاع العائله تاعي كيكونوا عارفين، وكاينين بنات اللي ما تمروش بهذا الشيء الحمد لله، اللي كتكون صحتهم زوينه وكيكون هرمونات عندهم كيوافقوا معاهم وداك الشيء. انا كنت انا من الحمل ديالي من المجنونات، شي عيالات المجنونات انا هما هذوك عيالات المجنونات، العيالات العصبيات، العيالات ما نكرهش ندلع راسي من الشرجم، من ناكل ما نشرب نولي خيط. المهم خوتي